مرحبا سكان ريفير. مع اقترابنا من شهر أكتوبر هناك العديد من احتفالات الخريف التي تتطلع مدينتنا في تنظيمها. لا تنسى أنه يمكنك الحصول على الفواكه والخضروات الطازجة من سوق المزارعين كل يوم الجمعة من الساعة 12 ظهرا إلى 5 مساء حتى يوم 28 أكتوبر، الواقع في عنوان 249 برودواي بريفير. ادعم البائعين المحليين واستخدم مزايا الفود ستام أو قسائم الوك وبرنامج الهب. تأكد من اطلاعك على صفحة ريفير فارمر ماركت على الفيسبوك والإنستغرام للاطلاع على الأحداث والأنشطة الخاصة التي تحدث في السوق. يعود احتفال شاطئ ريفير بالخريف للجري وتزيين اليقطين أو ما يعرف بالبامكن على شاطئ ريفير مرة أخرى هذا العام يوم الأحد 23 أكتوبر، الواقع في عنوان 420 ريفير بيتش بلوفوار، بدءا من الساعة 10 صباحا. نرحب بالجميع للاستمتاع بهذا الشاطئ الجميل الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات. سيحصل جميع المشاركين على تي شيرت مجاني وميدالية عند الاشتراك في الحدث والسباق. يتم تشجيع كل من يحضر ويشارك على ارتداء أزياء الهالوين للحصول على فرصة للفوز بمسابقة الأزياء السنوية. بعد السباق ابقوا لتزيين اليقطين والاستمتاع إلى الموسيقى الحية وغير ذلك بكثير. لمزيد من المعلومات أو التسجيل قم بزيارة الرابط الموجود على الإعلان بجانب هذا الفيديو. هذا كل ما لدينا لهذا الأسبوع. تابعنا الأسبوع المقبل للبقاء على اطلاع سكان ريفير. شكرا على حسن استماعكم.